طيب احنا هنروح لخبر تاني. اولا مستر اولمبيا، البطوله اللي احنا تابعناها كلها واللي فاز بيها طبعا نجمنا واسطورتنا الكبيره بيج رامي، الحقيقه اللي مشرفنا وفاز بيها بالمره الثانيه. الحقيقه ما كانش هو المشارك الوحيد المصري في هذه البطوله، كان في ثلاثه مصريين كمان مشاركين معاه، كان في محمد شعبان وحسن مصطفى والورداني. الورداني بيلعب في وزن 212 او الوزن الاقل شويه من الوزن المفتوح، وده بيتعد وبيشتغل وممكن في وقت من الاوقات يطلع على طول على الوزن، بس طبعا بعد ما بيعمل بلك وبيكبر وبتاع بيقدر يروح على الوزن المفتوح. النهارده كان عندنا بطل من الابطال محمد شعبان، نجح انه يحقق مركز عاشر في مشاركته الثانيه على ما اتذكر، وده مركز متقدم جدا انه يخش من احسن 10 لاعبين في مستر اولمبيا، لا انجاز كبير. طبعا الناس كلها فرحانه اكيد ببيج رامي، واحنا كمان فرحانين بيه ومبسوطين، بس ده طبعا مش هيخلينا ننسى الانجاز الثاني، ان عندنا لاعب ولاعب مهم جدا ولاعب متميز محمد شعبان اللي استطاع ينتزع المركز العاشر وعنده مستقبل واعد ان شاء الله. فكان لازم يكون معانا محمد شعبان من الولايات المتحده الامريكيه عبر السكايب. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ هيثم، ربنا يحفظك يا رب، وتحياتي ليك ولقناه الاهلي وكل جمهور الاهلي كلهم على دماغي، ربنا يحفظكم يا رب. شعبان الف مليون مبروك، مركز عاشر. احنا طبعا فرحنا ببيج رامي وفرحنا بيك كمان على فكره يعني، وفرحنا كمان بحسن مصطفى والورداني مشرفنا. يعني كلمني عن البطوله وكلمني على الانجاز اللي انت حققته. والله طبعا احنا كلنا فرحنا برامي، والفرحه مش تخص وحده، كلها فرحه لينا ولبلدنا، الفرحه ملكينا كلنا. طبعا بالنسبه ليا دي كانت المشاركه الثانيه في مستر اولمبيا. طبعا انا بدات كمال اجسام طبعا في سن متاخر قوي، يعني انا بتمرن بس بقالي 5 سنين، دلوقتي دي السنه السادسه. الحمد لله قدرت اوصل لمستر اولمبيا مرتين. المره الاولانيه كانت مركز 16، المره دي الحمد لله من اول السنه حطيت لنفسي تارجت واهداف ان انا اتاهل لمستر اولمبيا وفي نفس الوقت اكون في التوب 10، والحمد لله ان ربنا قدرني وقدرت احقق ده. السنه الجايه ان شاء الله في مزيد نقدم الافضل ونكون في التوب 5 باذن الله. شعبان يعني انت بقالك 5 سنين بس بتمارس الرياضه بشكل احترافي، صحيح انا فهمت صح؟ لا انا بدات التمرين في 2015، دي كانت اول حياتي ان انا ابتدي اتمرن واخش واقف على الستيج، كان اول بطوله دي كانت في 2016. بتهيألي دي فتره قصيره يعني ما شاء الله، يعني في 5 سنين دي يعني فتره قصيره بالنسبه لكل اللعيبه اللي انا وقفت جنبهم على الستيج يعني. بالظبط، وده يعني اكيد انجاز كبير. طب انت هتشارك في كو برو اللي هتتلعب هنا كمان اسبوع او 10 ايام ولا لا يا شعبان؟ باذن الله. والله ده هو الحدث الاكبر اللي احنا، هو ده الانجاز الاكبر من مستر اولمبيا اللي احنا خدناها مرتين، ان احنا عندنا اول مره في تاريخ مصر يكون عندنا بطوله احتراف على ارض مصريه، فاكيد ان انا لازم اكون مشارك في الحدث ده عشان اكون امثل بلدي واحاول ان انا اظهر بلدي واقدمها بشكل افضل. هي الاول اللي انا شارك فيها، فاكيد هكون موجود باذن الله. طب انت يعني شعبان، انت البطوله السنه دي مستر اولمبيا كانت عنيفه، كانت قويه شويه، يمكن بعد كورونا اكيد السنه اللي فاتت الدنيا فتحت وبقى في بطولات اكتر وبقى في اعداد اكتر والدنيا فتحت، يعني البطوله دي كانت عنيفه زي ما احنا سمعنا وكانت منافسه فيها شرسه ولا لا؟ طبعا احنا علينا اكتر في التاهل، لان كان التاهل صعب جدا السنه دي وكان عليه حرب، يعني معنى كلمه حرب لان كل الناس كانت عايزه تتاهل السنه دي، فكان الموضوع صعب. فجيت تاهل عن طريق ان انا لعبت 4 ماتشات احتراف في السنه دي. طبعا انا كان نفسي اخد اي فرصه ان انا اخد الاول، ولكن ما حصلش نصيب، حصلت على المركز الثاني في بطوله كاليفورنيا برو، بعدين حصلت على المركز الثاني في بطوله بورتريكو برو، بعدين لعبت تامبا خدت المركز الرابع، بعدين لعبت شيكاغو خدت المركز الرابع، بعدين لعبت تامبا خدت المركز الخامس. فجه هنا ان انا حصلت 19 عدد من النقاط، وده كان اكبر كاكبر لاعب، يعني اكثر لاعب حقق عدد نقاط في الفينال اللي خدت الفرصه دي. فجيت تاهل بعد معاناه، انك تلعب 4 ماتشات في السنه كان الموضوع صعب جدا، بس كان عندي اصرار وعزيمه ان انا لازم اتاهل واثبت نفسي واحط وابتدي ابني اسم السنه دي هنا في امريكا وبره، عشان خاطر هيفيد عليا وهيعود عليا السنه الجايه ان شاء الله. وقول لي يا شعبان برضو، انت عندك فرصه كويسه يعني في مصر ان شاء الله تاخد، ليه لا اول، وليه لا تتاهل على طول مستر اولمبيا السنه الجايه وتبقى ريحت نفسك بقيه السنه وبتتمرن بدون ضغط؟ ده ان شاء الله من غير، ليه لا، ان شاء الله الجاي اكسب باذن الله ان شاء الله يا شعبان، وترجع بالسلامه ومنتظرينك ان شاء الله، وترجع وتتالق، والف مليون مبروك على الانجاز الكبير اللي انت حققته. ربنا يحفظك
ربنا يحفظك، وانا شاكر لكم جدا وشاكر على دعمكم، وانا مشتاق ان انا انزل مصر باسرع وقت عشان اشوف بلدي وهي بتستضيف اول ماتش احتراف. طبعا ما انساش ان انا اقدم كل الشكر لكوسكوات ومستر اسلام قرطام على ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نظهر بلدنا بشكل يعني نحاول ان احنا نظهرها بشكل افضل، ونحاول ان احنا نحطها على المسار الصحيح وسط المحترفين وكده. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا محمد، وترجع بالسلامه، والف مليون مبروك على المركز العاشر في مستر اولمبيا. ده كان لقاءنا اعزائي المشاهدين مع شعبان، محمد شعبان، احد ابطالنا اللي هناك. والحقيقه احنا دايما بنحب نبص للصوره كامله. بيج رامي ان شاء الله جاي بالسلامه بكره باذن الله، ويكون في انتظاره او يعني في شرف استقباله اكيد وزير الشباب والرياضه معالي الدكتور اشرف صبحي، وهيكون كمان اكيد مجموعه كبيره جدا من كبار الدوله اكيد هيستقبلوه، لانه بطل، بطل الحقيقه، مثل مصر و يعني انجاز كبير في مستر اولمبيا، وحط مصر الحقيقه في مكان جيد، مش مصر بس، وكل الاسم العربي والمنطقه كلها حطها في يعني في الامام. وخلينا اقول لكم انه بعد مشاركه بيج رامي، يمكن طبعا دي صور طبعا من مشاركه محمد شعبان في مستر اولمبيا اللي فات، خلينا اقول لكم انه بيج رامي يعني نقل اللعبه في نقله تانية خالص، وفتح الباب لناس كتير جدا ممكن تخش الرياضه دي وتمشي يعني للامام وتلاقي الفرصه اللي هو ما لقاهاش. يمكن رامي عانى معاناه كبيره جدا عشان يوفر لنفسه الامكانيات عشان يقدر يوصل للمرحله دي، هو مش عايز اللي بعده يعاني، وده الجمال في بيج رامي. بيج رامي انسان قبل ما يبقى لاعب، وبيفكر في اللي وراه، مش عايز اللي وراه يعانوا. هو كان اسعد واحد ان شعبان، ويمكن في صوره عندنا شعبان بيسقف لبيج رامي لما عرف انه بقى الاول، وكان بيتنطط على المسرح عشان خاطر بيج رامي، وهو ما بيتنافسوا مع بعض، وهي دي الروح، لانه حس قد ايه بيج رامي واقف جنبه، واقف جنب كل المصريين. وبيج رامي لما كان معانا هنا على الترابيزه دي في البرنامج ده في قناه النادي الاهلي، قال انه نفسه ان الانجاز ما يقفش عنده، والانجاز ينتقل لمصريين بعد منه، ودي روح المصريين الحقيقه، الروح الجميله اللي بتربط مصر كلها ببعض، خاصه لما الموضوع بيتعلق باسم مصر واسم منتخب مصر. كل التوفيق لابطالنا خارج مصر لرفع اسمه.